بيكم معانا حلقه جديده من سفره طبيعه صدى البلد. معاكم توتو مرا. هنعمل النهارده نوع سندوتشات سهل جدا، انتوا طلبتوا مني كتير قوي نعمل سندوتشات عشان الصيف، وسواء بقى انتوا نازلين مثلا رايحه النادي، عايزه حاجه كده خفيفه الولاد تاكلها، او حتى والله ممكن تعمليها وجبه غدا مع شويه بطاطس مع مثلا سلطه، اي حاجه انت حابه بيها، حتى ممكن تعملي الوصفه دي وجنبيها مكرونه، يعني على حسب الطعم اللي انت بتحبيه. طيب تعالوا نسميه بسم الله ونشوف مقادير وصفتي النهارده اسهل من السهوله. معايا نص كيلو لحمه شرايح متقطعه، ولا هي تقطيع الشاورما ولا هي تقطيع اللي هي الكباب حله مثلا، تمام؟ يبقى عندي تقطيعه زي تقطيع الشاورما بس صغيره. هوريكم برده، انا هلبس الجوانتي عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. معايا ربع كوبايه صويا. الوصفه اللي انا هعملها النهارده اسمها سيلي تشيز ستيك، تمام؟ سيبكم الاسم المكلكع ده. هعمل شرايح لحمه بالبصل المكرمل ومعاها شويه جبن ومعاها تتبيله بسيطه جدا تطلعها حلوه قوي. طيب يبقى عندي زي ما قلنا نص كيلو لحمه شرايح. اللحمه دي ريب اي، ممكن تعمليها بانتركوت، ممكن تعمليها باي تقطيعه لحمه، المهم لحمه تكون ناعمه شويه ما تكونش يعني قاسيه شويه في الاكل. بصل مكرمل، وانا مجهزه طبعا منه نسخه وهوريكم ازاي نكرمله مع بعض. معايا بقى معلقه صغيره من السكر، جبنه تشيدر احمر مبشوره، اي نوع جبنه تشيدر يعني ممكن في الوصفه دي، بس الاصلي بتاعها بالجبنه الاحمر. جبنه موتزاريلا، ملح وفلفل، زيت وزبده، وباربيكيو. الباربيكيو والصويا عندي مش اساسي في الوصفه، لكن لو انت من الناس اللي بتحب الطعم اللي سموكت شويه تقدر ان هي تحطها. شويه زعتر، دي اضافه برده من عندي. وهندهن الساندوتش بتاعنا بخلطه عباره عن زبده، ثوم مفروم، وملح، مفيش حاجه ثانيه. مقادير سهل قوي وبسيط. عايزه اوريكم برضو ايه تقطيعه اللحمه. بصوا اللحمه عندي اهي، عايزه بس اجيب لكم حته صغننه، يعني دي متقطعه كبيره برضو شويه اهي. بصوا تقطيعه صغنونه ازاي اهي، مش عايزاها تكون اكبر من كده. المقادير بتاعت الوصفه دي ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها حاجه متعبه ولا فيها حاجه تخليني مثلا اقول ان انا لا هتبقى صعبه عليا ان انا اعملها، لا مقاديرها سهله جدا. انا عندي شويه من الزيت، طبعا بقى هتسالوني على اللي بشتغل عليها دي جريل، تمام؟ زي بتاعه المطاعم، التسويه فيها هايله جدا، سعرها على فكره كمان مش غالي خالص، فتقدري انك تجيبيها بكل سهوله، يعني اعتقد سعرها 300 جنيه، فبالتالي هتقعد معاكي مده، يعني مش هيجرى لها حاجه هتجيبيها خلاص وتنسيها. حاضر، تعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي اهو الزيت، شوف بس سخنت، استنى انا كنت مسخناها لحد ما دخنت قبل الهواء وفصلت. نعليها على الاخر ونعلي كمان دي. لازم لازم لما تيجي تنزلي اللحمه دي تبقى سخنه جدا، فللاسف عندي فصلت، هشغلها اهو تاني، وادي التانيه كمان على ايه، ما ابص على السانشيه بتاعتي اللي في الفرن، يمكن تكون الجبنه ساحت واطلعها معاكم. تعالوا كده نشوف السندوتشات بتاعتي. مش قادرة أقول لكم الشكل عامل إزاي، أنا هدي النار دقيقة وبعدين أطلعها معاكم. طيب أنا مستنية دي بس تسخن للأسف. طيب تعالوا نعمل الخلطة بتاعت الزبدة والثوم اللي هعمل بيها هدهن بيها السندوتشات بتاعتي. وكمان يفضل لو أنت يعني عايز تاخدي بقى طعم فعلا حلو قوي، كمان حمصي العيش بتاعك، يعني العيش بتاعي اللي انا هستخدمه تقدري ان انت تحمصيه تديله تشويحه كده على الجريل، هيدي معاكي طعم ونتيجه حلوه جدا. ادي اهي الزبده، وادي شويه من الثوم، وادي ايه الملح مش كتير، وفلفل نقطه بسيطه قوي، وهديها انا بقى نقطه يعني شويه زعتر بسيط اهي، تمام كده. عايزه تحطيها على النار تفك مفيش مشكله، عايزه تخليها في الميكرويف، انا بالنسبه لي هستخدم الميكرويف 30 ثانيه بالظبط وتبقى جاهزه وزي الفل عشان ادهن بيها العيش على ما الجريل بتاعتي او الطاسه بتاعتي تسخن اهي. ابتديت اسمع صوت الشكشكه اهو، اول ما ابتدي اسمع الصوت خلاص هتبقى كده عندي تمام التمام. تمام طيب تعالوا كده نطلع حاجتنا بقى، واستاذن بس شيف سيد في الفوطه بتاعتي عشان بس طلع الحاجه من الفرن. وادي العيش بتاعي اللي انا هدهنه. دي بقى ايه، فضل شويه من الخلطه بتاعت اللحمه
عملت انا ايه؟ حمرت شويه بطاطس ورحت حطها عليها، هتديكي طعم ونتيجه حلوه جدا. بس اهو كده تمام وزي الفل. تعالوا بقى اهي اللحمه بتاعتي ابتدت اسمع الصوت والنار سخنت، مش هنزل بالكميه كلها. انا ما تبلتش، لو تاخدوا بالكم يعني الناس اللي مصحصحين معايا هياخدوا بالهم ان انا ما تبلتش خالص، لسه ما تبلتش ولا حطيت اي حاجه. اهي هسيبها عندي بس تبتدي كده يعني تدخل في السوا وبعدين هبهر. طيب كده عندي لحمه بتستوي والبصل المكرمل هنعمله برده دلوقتي مع بعض. وقبل ما نبتدي في نقول صباح الورد. صباح الورد يا مدام ناديه. الو. ايوه يا روحي. ايه مالك انت اللي مش سامعاني؟ والله الجيران سامعوني. حقك عليا يا روحي، حقك عليا. عامله انت ايه؟ اخبارك ايه يا روح قلبي؟ كل على الحاجات الجميله. صباح الورد بقول يا روحي. ايوتا بالهنا والشفا حبيبتي، الله يهنيكي يا رب. ده انا عايزه بس مستنيه بنده بس على الشيف سيد عشان يجيب لي سندوتشات. فين طيب؟ أور... مش عارف. ما انا سامعاكي بتنادي عليه، قولي يا ولاد الحلال. اكيد بيجيب لي حاجه. اكيد حبيبتي مش عايزه، الله بس سندوتشات اوريها لكم. ان شاء الله اللحمه جميله قوي يا حبيبتي، جربيها بقى. لا مش ذات نفس اللحمه. نظيفه شكلها كده فاتح و مش هتاخد وقت خالص. شكلها نظيف، مش هتاخد وقت خالص منك. جميله جميله، احب انا الاكلات السندوتشات الجميله. وانا والله جدا بالهنا والشفا اللي هياكله. حبيبه قلبي ربنا يفرح قلبك يا روحي. يا روحي انا قلت اكلمك وبعدين اصلي حبيبتي عشان ادعي لك. ادعي لنا بقى، ادعي لنا. بدعي لك والله ربنا يتقبل يا رب. انت عامله ايه؟ احسن بخير يا رب. وزوجك واولادك وكلهم في نعمه والله، والله في نعمه دايما. واسره البرنامج واستاذ تباعي وكلهم بيصبحوا عليك، ومحمد والسيد وآية والكاميرا، كل الناس الحلوه اللي كلهم والله بيصبحوا عليك يا روح قلبي. صباح الهنا وربنا يسعد صباحكم بكل خير وصحه وسعاده. يا رب اللهم امين. تسلمي لي يا ستي، تسلم ايدك منوره الدنيا. تسلمي قلبك يا روح بنورك والله. تسلمي يا حبيبتي. حبيبتي صباحك زي الورد يا روح قلبي. مع الف سلام. باي يا روح. بصوا بقى يا استاذه ناديه. الو. ايوه ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. قولي لي عندك اي سؤال؟ قولي انا معاكي اهو. عايزه اعرف طريقه التاج. قولي انا سامعاكي. عايزه اللاج. قولي عايزه طريقه ايه؟ البيتزا بالجمبري. عينيا. حاضر عيوني. صباحك زي الورد يا قمر. بص بقى اللحمه عندي ابتدت لونها يتغير ازاي؟ وطالما الجريل بتاعتي، انا عايزه بس اشيل دي كده عشان اوريكم ايه بمزاج. طالما الجريل بتاعتي او الطاسه بتاعتي سخنه، مفيش ولا ميه هتنزل غير يا دوبك حاجه بس بسيطه قوي، شايفين؟ ولما تنزلي كمان الكميه على مراحل هتبقى افضل وافضل. حطينا ايه؟ حطيت ملح وحطيت فلفل بس، ما حطيتش حاجه ثانيه، لسه هزود باقي المكونات اللي عندي. طيب هطلع بقى اللي انا يعني هتجنن واطلعهم لكم عشان تشوفوا قد ايه شكل الساندوتش بتاعنا هيطلع حلو قوي والجبنه سايحه ويعني يتاكل اكل اهو. بصوا بقى انا هسيبكم انتوا بقى تتغزلوا في الحلو اللي معايا ده، وهقطع معاكم واحد برضو عشان تشوفوا الشكل حلو ازاي. بصوا شايفين، هنجيب لكم واحد من هنا اهو. اهو شايفين، والجبنه هتبقى سايحه جدا وروعه اهو. يبقى انا عندي حطيت ملح وفلفل بعد ما اللحمه ابتدت تدخل في السوا، وكمان حطيت عندي شويه زيت والبصل المكرمل. هقول لكم حالا عملنا ايه في المرحله دي. اقدر اعمل ايه؟ هزود شويه زعتر صغيرين اهو، بيدي طعم حلو جدا للساندوتش بتاعي. اختياري، مش عايز تحطيه خلاص ما تحطيهوش. وسنه صويا اهو شايفين. يبقى انا كده حطيت ايه اهو. نقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. بصوا بقى الصويا عندي هتدي لون ازاي حلو للحمه، روعه. هفضل اقلب فيها. الريب اي مش هتاخد وقت خالص، يعني دي اللي بنعمل بيها الشوي. لو هتعملي ستيك عادي في صورته الطبيعيه، فبالتالي كمان متقطعه صغيره مش تاخد وقت منك خالص. بصل المكرمل حطيته عندي على النار في طاسه مع شويه زيت، رشه سكر، رشه ملح، عشان في الاخر يطلع معايا بالشكل ده. تمام، هو بياخد وقت شويه، بياخد حوالي ربع ساعه عشان ياخد درجه الكرمله الحلوه دي. هناخد فاصل اهي، شايفين هناخد فاصل سريع جدا، مش هعمل اي حاجه لحد ما ترجعوا لي. فاصل ونرجع لكم على طول.
رجعنا لكم بعد الفاصل. ما غبتش عليكم، واقفه مكاني والله ما عملتش اي حاجه. هتصص بقى انا عايز احط الجبن في الفاصل، وانا تقول لا لما نرجع. طيب هحط شويه باربيكيو، تمام، بيدي طعم حلو جدا للحمه بتاعتي، واديها برده تقليبه. وانا بصراحه عيني كانت واخداني كده على حته زبده، برده تدي طعم حلو بس اختياري، مش عايز تحطيها خلاص ممكن ما تحطيهاش. اهو شايفين بقلبها بس كده. هعمل ايه بقى الخطوه دي؟ شوفوا بقى الدلع كله في الحته دي. هو الصح بتاعها لما تيجي تعمل يعني تبططيها كده، وبعدين تحطي الجبنه وتستني تسيح وتقلبيها زي ما هي كده في العيش بتاعك. فانا قلت بقى لا، انا عايزه الجبنه بتاعتي الطعم يكون داخل في كل حاجه. يعني الفكره ان انا احط الجبنه وانا باكل الساندوتش بتاعي احس ان الجبنه واصله لكل حته عندي. فانا قلت هعمل ايه بقى؟ بما ان انا بحب الجبن كتير او صوتي يكون كتير او الساندوتش يبقى جوسي كده، هروح عامله كده. شايفين؟ يعني اعتقد مفيش وصفه اسهل من كده. اهو تقليبه بس الاول. انا هديت النار، خدوا بالكم عشان الجبنه بتاعتي ما تتحرقش. اهو اهي هعمل كده واروح مغطيه عليها ومهديه النار خالص، واسيب الجبنه تسيح براحتها. اهو هعمل كده اهي، واسيب الجبنه تسيح، وقبل ما اغطي احط البصل المكرمل اهو. اديله معلش برده تقليبه عشان ده اساس الوصفه عندي. اهو اهو تقليبه كده يدخل بقى في الطعم ويبقى عندي اخر جمال. أهو. أهو. تمام كده هغطيها، وهديت النار خالص، يعني مش عايزه النار تكون عاليه ابدا عشان الجبنه بتاعتي ما تتحرقش. اهو واشوف الفرن بقى سريعا عشان انا دخلته تاني عشان عايزه الجبنه تسيح معايا وانا بقدمها في الاخر. بسم الله. وخلي عليها سنه على مدهن الساندوتش بتاعي، يبقى خلاص عندي الدنيا جاهزه. طيب تعالوا نشوف هعمل ايه الخليط بتاع الزبده. ازيك يا هاجر؟ انت عامله ايه؟ انت عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. يا رب دايما. قولي لي يا روحي، عندك اي سؤال؟ كويس. يا رب دايما. قولي لي نفسك نعمل لك ايه؟ قولي لي. عايزه الجمبري المشوي والمقلي. المشوي والمقلي. عينيا. حاضر. ايه هتكتبه دلوقتي، والاسبوع الجاي هعمل لك حلقه مخصوص واعمل لك اهداء في الاول كمان. ماشي. ماشي يا روحي، نورتيني. انا بقى عندي لو في البيت بقى وقاعده بمزاجي ما عنديش بقى وقت ولا يعني عايزه اختم وفاصل وكده، هروح محمصه العيش عندي على الجريل وبعدين ادهنه بالخلطه دي. احسن كمان من العيش عندي يبقى ابيض كده، بيدي طعم روعه. ادي معلقه الزبده اهي اللي بالثوم والزعتر في الناحيتين اهو كده. الجبنه بتاعتي على فكره هتلاقوها ساحت. تعالوا بقى ناخد الحاجات الحلوه دي عشان مش هقدر اشيل الطاسه طبعا. اهي نشوف هنعمل ايه. بصوا شايفين المطه، بصوا الجبنه ساحت ازاي. عارفاكم انتوا تعزوا قوي الحاجات اللي فيها جبنه واللي فيها. طالع معايا يا استاذ سباعي اهو. اهو بصوا بصوا رايحه لحد فين. روعة روعة تتاكل اكل. هعمل الساندوتش بسرعة، انا خلاص ما عنديش اي حاجة تانية. تعالوا بقى نشوف اهو شايفين، ناخد كده 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 وننزل على طول في العيش. ممكن بقى يعني لو معانا شوية جبن كمان احطها بقى زي ما انا عملت كده في اللي جهزته وادخلها تحت الشواية. صباح النور يا ام سلمى. يا ام سلمى صباح الخير يا شفتوته. صباح الورد، ازيك حبيبتي؟ انت كده فتحت عيني فتوحه النهارده. انا والله يعني هموت واخد قضمه بس مش قادره. انا عايزه اقول لك ان الاولاد قاعدين بيتفرجوا، لازم من ده احنا هناكل ده النهارده. يلا على فكره يا ام سلمى ولا ام سماح؟ لا ام سلمى. ام سلمى تقدري تعمليها على فكره باللحمه المفرومه، هتبقى اقتصاديه اكتر بكتير. وبرده جت في دماغي برده فكره البانيه ولا مش ممكن؟ تنفع يا اي حاجه عندك. ايه رايك بقى؟ الله هعملها انا بالبانيه بقى واعمل لك اهداء مخصوص. بالله عليك يا شيخه لقيتي النهارده فتحتي نفسنا والله بجد، احنا جوعنا والله العظيم. يا روح قلبي توصل الحاجه. دينا بقى سندوتشين كده على جنب. يلا والله توصل لعيونكم والله ما تغلى عليكم.
تسلم ايدك، تسلم ايدك وتعملي لنا كل حاجه حلوه كده وبسيطه يا رب، يخليكي لينا يا رب. قلبي حبيبتي ماشي، اتفضلي يا شوف. تسلم لي عيونك يا روحي. انا بقى هشيل دي من على النار عشان حرام ايه ما تتحرقش. والبصل عندي، البصل لما يبتدي يتشوح يبتدي انك تهدي النار وتسيبيه لحد ما يكرمل تماما ويبقى بالشكل اللي انت شفتيه. تعالوا بقى نشيل حاجتنا كده واقطع معاكم ساندوتش سريعا لان خلاص مش هيبقى عندي اي حاجه ثانيه. وصفه صباح النور، ده والله كنت في بالي. ازيك يا روح قلبي؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ وحشاني. وحيات الرسول وحشاني والله العظيم، وانت وحشاني جدا. ربنا يا بنتي يا رب تفرحي بناتي. يا روح قلبي طمنيني عليكي وعلى صحتك. ربنا يكرم لهم عيالهم وانت في الدنيا. يا روح قلبي ربنا يكرمك ويفرح قلبي. يا والله حبيب. ده انا بقالي كلمه ما سمعتش حسي. ربنا يفرح قلبك يا روح. وحشاني والله. والله العظيم وانت وحشاني اكتر. وانت بألف صحة وسلامة. منورة الإذاعة. بنورك يا روحي. منورة الإذاعة والله. ربنا يخليك ويفرح قلبك. يا رب يخليك يا حبيبتي يا رب. حبيبة قلبي صباحك زي الورد. يا أم إسلام. يا أم إسلام. ألو. الخط يقطع. لا أيوه. ايوه حبيبتي ازيك يا روحي؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك ويفرح قلبك. والله الدنيا كانت مظلمه من غيرك. والله الدنيا منوره بيكوا انتوا وبسؤالكم عليا ومكالماتكم وكل حاجه حلوه بتعملوها. حبيبتي نورتي الدنيا كلها ونورتي مكانك. والله انتوا من ايه رايك بس انت شايفه بتاعتنا النهارده جميله جميله. ربنا يحسن بيكي. عاملين شغل عالي جدا. انا هاخد الفصل اعتقد وهاخد سندوتش بعديه على طول. حبيبتي تسلم لي عيونك يا ام اسلام ونورتيني بتليفونك الحلو. عايزه اقول لكم الريحه بقى اكتر من روعه، سهله وبسيطه. هتعملي كانك بالظبط اكلتيه من بره بس تكلفه اقل بنظافه. انت ضامنه كل حاجه انت حطيتيها. الجبنه زي ما انتم شفتوا سايحه وحلوه جدا جدا. الريحه مش قادره اوصف لكم قد ايه حلوه. انا قطعت معاكم واحد وشفتوا شكل الجبنه. انا هنا حطيت اللي انا كان في الفرن، حطيت الجبنه على الوش وكنت حاطه برده جبنه جوه. والله عندك شوية جبنة اعمليه زي ما انا عملت، حطي جوه وبره. ما عندكيش يبقى اكتفي بالشكل اللي احنا عملناه معكم مع بعض، وكل حاجة تنزل على الصفحة طبعا زي ما احنا متعودين. مطبخ توتة مراد. هناخد فاصل على طول ونرجع لكم من تاني.